كاين واحد المعايير اللي هي مهمة واللي خاص الواحد ياخدها بعين الاعتبار منين يمشي يشري المضربة، وبالخصوص منين كيكون عنده ألم في الظهر ديالو. الو، 4 نقاط مهمين. أول نقطة وهي أن المضربة ما خاصة تكون لا قاسحة لا رطبة، وهنا كاين واحد الخلط في الذهن ديال الناس بحيث يسحب ليهم الناس اللي تيتشكاو من الألم في الظهر ديالهم انهم خاصهم ينعسوا على حاجه اللي هي قاسحه، اولا بعد النوبات ياخذوا بلانشا ديال العود وتيديروها تحت من المضربه ما بين السومي والمضربه. هادشي غير يعني صحيح، وماشي ملزمين اننا نعسوا على شي حاجه قاسحه، بالعكس ان هذاك الشيء اللي هو قاسح كيمكن يزيد في الالم ديال الظهر. كيمكن الواحد يلقى صعوبه باش ينوض في الصباح بهذا الشكل هذا، ولهذا خاص الاختيار يكون يعني معتدل. المضربه خاصها تكون بين وبين، ما تكونش قاسحه بزاف وما تكونش رطبه بزاف. هذه نقطة. ثاني حاجة، المضربة خاصة تكون مريحة، فهاد الشيء لا النقطة الأولى اللي تكلمت عليها ولا هذه كتلزم على الشخص أنه يجرب المضربة دياله. يعني منين غادي يمشي يشريها ما خاصوش يكون زربان، خاصو يكون عنده الوقت الكافي باش يقيس المضربة ديالو، خاصو يتكى عليها، ماشي غادي يشريها بحال كيف ما تنشريو الملابس مثلا، شي حاجه اللي هي معلقه تيشوف فيها وغادي يختارها وغادي يديها، ماشي هكذا يعني كتشري المضربه. خصو يتكى عليها وخاصو ياخذ الوقت ديالو ويتقلب، وفهمتي، ويشوف يعني كيفاش كيحس براسو. خاصو يحس براسو مرتاح، هذه حاجة مهمة. واحد نقطة اللي يمكن تفيد الناس، وهي منين الواحد كيتكى على المضربة ديالو وكيستطع أنه يدخل اليد ديالو ما بين المضربة والظهر، عرف بأنه المضربة ما صالحة شيء، أنها قاسحة بزاف، هذه ما خاصهاش تكون. حاجه اخرى عاوتاني، الا مشى تحت المرفق ديالو فوق من المضربه وشاف بانه المضربه هبطت، عرف راه ما صالحاش لان المضربه رطبه بزاف. دونك هادو نقاط سهلين ومهمين. حاجه اخرى عاوتاني اللي خاصنا ننتبهوا ليها، وهي بطبيعه الحال التكوين ديال هذيك المضربه، المكونات ديالها. الوغ كاين شي مواد اللي كي بيان سور كتصنع بهم المضربه، هذوك المواد يمكن يسخنوا الذات كيف ما يمكن يبردوا الذات. فالاعتدال في الحراره مهم بزاف، لان الواحد الى تكى على مضربه وديك المضربه سخناتو، هذاك ارتفاع ديال درجه الحراره غادي ما يساعدوش باش ينعس مزيان. عاود والعكس صحيح، يعني الى هذيك المضربه بالعكس ملي كيتكى عليها تيحس براسو برد ودرجه الحراره ديالو بردات، هذه عاوتاني غادي تنعكس سلبيا على النعاس ديالو، لان خاصنا نكونوا ناعسين في واحد درجات يعني معتدله، ما سخونه ما بارده. دونك هذه حاجه مهمه، وخاصنا بيان سور نسولوا على داك المكونات ديال المضربه باش مصيبه من الداخل. حاجه اخرى عاوتاني اللي هي تا هي مهمه، وهو العرض ديال المضربه. فبالنسبه للناس اللي كيكونوا ناعسين جوج في مضربه واحده، احنا تنشوفوا دابا في السوق كاينه ديال المضربه ديال مترو 40، كاينه ديال مترو 60، وانت غاديه مترو 80 اكسيتير. فني كيكونوا جوج الناس، من الافضل انهم يختاروا ويشريوا المضربه اللي فيها مترو 60 والفوق.